Willy. Drink this. يا غبي. I don't know, Amanda. يا غبي. هذا مخدر. So just pretend, isn't it, Willy? لا بالله حطت في شيء كذبت عليه. We need to open immediately on the patient's brain. What tool should we use to fix Willy's head? لا مالي دخل. تبي تقتلينه اقتليه انت لحالك. انا مالي دخل. لن ادخل في هذه الجريمة ابدا. توكلي على الله. هذا اول مقطع جيمنج بعد 29 مليون. يا اخي مقطع مختلف. حتى ريحة المقطع غير يا اخي. خلوني اعلمكم شنو قاعد اشم. عزيزي وعزيز المشاهدة. قاعد اشم طريق 30 مليون يا عزيزي وعزيز المشاهدة. تايم. كيف بالله؟ كيف؟ لا تنسوا الاشتراك، لا تنسوا اشتركوا. اوكي خلونا ندخل. بالجزء الاول من لعبة اماندا ذا ادفنتشر. انا توقعت ان اللعبة سهلة وانهيتها، ولكن بعد ما قريت تعليقاتكم عرفت ان اللعبة لها نهايات كثيرة. تعرفون ابو فلة. اي لعبة جيمنج يلعبها لازم يخلصها للاخير. وفي العاب كثيرة صراحة. نزلت مقطع واحدة عنهم بعدين وقفت يعني ف. المهم معلش. سنوكر يقول الشعب يطالب بسرعة التنزيل. 165 لايك. اوكي 165 شخص قاعد يقول نزل الجزء الثاني، بس يعني ما تحمست عزيز المشاهد. اسماعيل يقول نبي الجزء الثاني في اسرع وقت. 437. اوكي اوكي يعني اقنعتوني نص 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 نص. لا الحين قاعد افكر اني. حمزة الحوت يقول اللي يبغى ابو فلة يكمل كل النهايات يصف معي 3600 لايك. بس خلاص تم ابشر. وين اللعبة؟ والله لا نزل. انا اعترف يا جماعه، مع كل احتراماتي وتقديري لكل الفئات العمريه اللي تتابعني، انا كلب مش لايكات. فلا تنسون تضغطون زر اللايك. بعد ما سويت بحث للعبه، اللعبه لها 3 إلى 4 نهايات. مثل ما تشوفون الصوره هذه اكتملت، هذه نهايه الجزء السابق يوم هجم عليه الوحش. النهايه الاولى دام. خلينا نكمل. الان عندنا نهايتين او 3 نهايات بعد. طيب 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 رجعنا مره اخرى حبيبي. والله فوق تحت فوق تحت، يمين يسار يمين يسار. الله اكبر. السلام عليكم. وين الوحش هذا؟ من وين طلع؟ الوحش هذا طلع من هنا. هي المعفن. خليني اتاكد كل شيء مقفل عدل. حبيبي لا عاد تسوي فيها قوي وتهجم علي. ها ترى الان انا مركز عليك. اذا تطلع لي برضه اكسر راسك. شو الصوت هذا؟ اوكي كنت كنا نمزح. انت ايش فيك؟ تتذكرون بنهايه المقطع الاخير لما فتحنا هنا كان في رقم سري هنا، منو يتذكره؟ صراحه انا ما اتذكر. خليني ارجع للمقطع. وقف 862. شلون 862؟ وخ وين الرمز؟ ايوه نحطه في الخزنة هذه. 8 6 2. ليش ما يفتح؟ 8. اوكي افتح. بينجو. شنو داخل الخزنة؟ اوكي 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 ورقة. الورقة هذه شنو؟ ما ادري. ارميها انقلعي. هذا اللي نبيه. هذا اوكي. هذا حق التوقيف. ماك حبيبي والله انا كنت عارف. تعال جيب جيب. الان يمديني اوقف بالفيديوهات. خلنا اوريكم كيف. الان مثلا شغل الفيديو هذا. قبل كنت غصب عني اشاهد، الان لا. وين؟ وقف بس اطلع. يلا انقلع. كيفي ما ابي اكمل. اوه يديني اسوي سكيب. ممتاز ريح لي. اول شيء يطلبونه اي شيء. حط اي شيء. يلا. نايف هنا اتذكر نايف. جود جوب. وي كان يوز ا شارب نايف. وقف. اوكي شفت العلامه هذه؟ هذه علامه قاعد تقول لي وقف. اوكي اوقف لين متى؟ يا الصورة واقفة بشكل غلط. الصورة واقفة على لقطة مو حلوة بتاتا. والله نطرت كثير، بس لو تركزون بالفرن في واحد عينه سيدة في واحد عينه مايلة وحاطين عليها سهم. رجع الفرن، رجع للفرن. بينجو بينجو يا جماعة. تحريات. لازم تكون ذكي، لازم تكون ذكي، لازم تكون ذكي وذكية يا عزيزتي المشاهدة. هذا السيدة ممتاز، وهذا مايل يمين. افتح. اوكي كان الصورة تغيرت. هاي هاي والله الصورة تغيرت. شو قاعد يصير؟ شو قاعد يصير؟ حرق الصورة. هذا اللي يصير. هذا اللي اطفال سمعتوا شو هذا اللي يصير يا جماعة. نادوا الكبار عشان يعلموكم. شوف الغبية هذه ايش سوت. اقطع. طيب جبنة وورقة. ميت اب. ايش لازم اطبخ؟ لازم اطبخ، لازم اطبخ الاشياء اللي مكتوبه بالورقه. 200 جرام بوتاتو. بوتاتو شنو؟ بوتاتو بطاطا. 200 جرام مشروم. هاي شو غرفه؟ شو نوع الغرفه هذه؟ وات 350 ميت. اوكي لحم. طيب من وين تجيب؟ من وين تجيب بطاطا؟ ومن وين تجيب مشروم؟ ومن وين تجيب لحم؟ يعني شنو شايفين؟ هاي كلها لازم ادخله داخل يعني. من وين اجيب؟ وين اعبي الصحن هذا؟ اوكي لقينا مشروم. هذا المشروم، هذا المشروم لقيته. والله اول ما لفيت لقيته. اوكي جبنا مشروم. اتوقع هذا هو المشروم. حطه داخل. ما شاء الله. تعال
لا مو كذا يا لا تصير نوري. اوكي ايزي جيب له مشروم. اللحم والبطاطا شلون نجيبها؟ لحم بطاطا لحم بطاطا لا بطاطا اوكي بس لحم شلون؟ شلون نفتش بالكراتين يعني ولا كيف؟ هي انت كل وقت ساكته وين اجيب لحم بطاطا؟ اوه اسف مخيطين فمي. شلون اجيب بطاطا؟ ريد اورنج بلود ريد مين بوتاتو؟ هاي بوتاتو طيب لونه هلال. لون اجيب هلال؟ العلامات هذه من وين اجيبها؟ اوكي قربت قربت للتحقيق اللغز يا جماعه والله اني ذكي. هاي انت يا الوحش عندك بطاطا ولحم داخل فخاذة. هل تفكرون بما افكر فيه؟ ولا في فار راح نجيبه في فار راح نجيبه يا جماعه جيب. لا تخاف لا تخاف حطه. ايوه الله يعطيك العافيه بس والله راح نطول لين يجي فار يا رب ارزقنا. سبحان الله رزق الله الطيب الحلال يا بس والله ربي لا ربي رزقنا بهالسرعه ما شاء الله وانما التوفيق عند الله فقط سبحان الله. ايه الفار والله شكله مغزز. ايه حطه داخل حطه داخل. ايه صوته مقرف. اوكي دقيقة انا اسف انا اسف يا فار المفروض انت يعني المفروض حتى بعد موتك عاملك بطريقة اخلاقية. يقطع وجهك طيحت لي كل. ايوه ممتاز. نجيب الهلال الحين. الهلال الهلال موجود في مكان من الاماكن هنا. الهلال الهلال وما الاجول الهلال هلال هلال. اه دينا اخذ الشيء. اوكي في علامات في اعطني هلال. في علامات لهل. اوكي هلال في هلال. هذا الهلال وعلى عمك اقسم بالله اني ذكي والله اللعبة ايزي يا اخي ايش اسوي بس اعطوني بطاطو بس اتوقع احطها هنا ايوه ايشي دقيقه يا لا 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 يا الله ييه. حط صح عدل ايوه ممتاز ارمي عدل ايوه ممتاز شيل الصحن لا في شيء غلط دقيقه اتوقع مو كذا هذا شو نسوي فيها يمكن احطه لحاله بالفرن اتوقع احطه لا اتوقع احط لحاله انت ما ترضى تدخل في اي مكان اي لازم اشوف الورقه هذه بوتيتو هلال وكل واحده فيهم علامات وموجوده وموجوده هنا كشكل نبته 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 اتوقع اصغيهم بالماء عشان يطلعون تطلع النبته بس من وين اجيب مي؟ مي من وين اجيب؟ الدنيا قاعد تمطر برا افتح الدريشه اتوقع افتح الدريشه لا ما اقدر افتح الدريشه احتاج مي احتاج احتاج مي من وين؟ اوكي بديني اضغط هنا. واو ايش الماي هذا ماي جاي من الجنه ولا شنو؟ حبيبي شكرا. طيب خلصنا حطه هنا ممتاز افتح ممتاز جيب حطي داخل سكر. ايه لازم درجه الحراره يا الله برجع الحين احطه مره ثانيه حرام عليك والله حرام. اخر شيء اخر شيء ليتس جو سكر 50 55 اوكي الحمد لله جيب ابوه يا رجل اوكي شغل. طيب برجع اشوف الفيديوهات مره ثانيه. هاي فار ام اماندا اند ايم ويلي. وقف انا برجع اتابع من جديد ما دقيقه في شيء غلط ما ابي ارجع اتابع من جديد. ميبي سم اوف اور فريندز كان كم باك تو ذا نيبرهود. اوكي ما قتلتيهم شوف الصور great. في شيء سيء صار شو الشيء السيء صار اوكي اخر مره شو الكارد اخر مره كان اللي بالنص That's not the right card. اوكي يسار I don't think we want this. I think Amanda is confused. شو كونفيوز ضايع شنو ضايع مع نفسها ايش قاعد تضحك كذا Here's a secret. It's my birthday. Maybe we can help her out. الله يوم ميلادك انت شو الخواريف لهم ايام ميلاد قولي اسف اذا جرحتك اسف هاتوا الكلب ذا Go ahead and pick a card, friend. Okay, يوم ميلاد يعني وهي اتوقع تبي تعطيك انت فاللي بالنص. Are you sure that's right? I don't. It looks like it. I bet your friend is really going to love this card. Okay. اوه حلوة الحركة، هو الصديق ترى. My friend is ما تعرف صديق.
ما تعرف من صديقتها. Having a birthday. الله شوف استانس ولي. Okay. Buy a treat for my friends. I know. Let's get them some nice candy. Do you know where the candy store is? هذا الكاندي فكيني هذا هو هذا هو جلد. Why did you do that? شو سويت؟ Oh, I can't find the candy store. I don't know where to go. Can you help me? اوكي والله ابي اساعدك بس ما اعرف شنو ها كله صار لحم شنو محلات اللحم اكتسحت العالم اوكي كان هنا والله كان هنا اي لا تصرخين ترى والله قاعد احاول اساعدك هذا هو انا مالي دخل هو قاعد يتغير لحاله ها شنو اضغط I said I don't want to go in there شوفي انت قليلة احترام رفعت صوتك علي مرة ثانية اقسم بالله انا مالي دخل ما في مكان اقدر ما اقدر اضغط الا على البيت هذا والبيت هذا لحم ما لي دخل شو في هاي ما قاعد تنجن والله ما عندي لازم اضغط This isn't the candy store. There is nothing here that I want. Maybe you can take us someplace else. I want to get my friend a special treat. اوكي الان احنا دخلنا محل لحم. هي ولي انت هذا محل لحم هذا الان هذا محل جزار. الجزار عينه على ولي يا جماعه الجزار عينه على الخروف ولي تبي تجيب هديه ويوم ميلادك وحنا الحين في محل جزاره. اقدر اضغط عليه؟ لو اضغط عليه يعني راح نجزر فيه راح يخلي الجزار يجزر بالخروف ولي لا ما راح اسويها. بس خلنا نشوف شو راح يصير. That's not funny. أنا آسف والله لا تسفني. خلاص شو أسوي؟ دقيقة شو أسوي؟ أخذ اللحم. Let me out of here. Oh Amanda, that's a nice birthday card. Do you want to give it to your friend now? قايم شو؟ Will you address the card? Who should I send this to? شنو هو ده السن؟ والله شوفي صراحة يعني الهدية لحم يعني صراحة أنا جوعان صراحة يعني إذا ودي هو المفروض لي ولي صح؟ ولي Oh Willy صح Your birthday صح شو صار لي؟ أوكي صح عليكي فالحين ولي مستانس بس ولي شو راح يسوي باللحم؟ أوكي في كتاب هنا اوف شو تم رسم المحلات اللي دخلناها هنا اين استفهام حاولنا نروح بعدين بالاحمر انت اخذت ما فهمت شيء اوكي انا المحلات اللي دخلتها اول شيء كانت هذا بعدين كان حلاوه اتوقع بعدين كان لحم لا اي لا هذا عندنا من جديد اوكي اجل ما كان لحم كان 24 ساعه بعدين حلاوه بعدين لحم صح تغيرت اوكي احنا ماشيين تمام طيب شنو الان هي نفس المحلات ولكن الرسمه في واحد رسمه ابو كلب رسم هي نفس الرسمه هذه 24 بعدين حلاوه بعدين لحم نفس الرسمه اوكي هذه نفس الرسمه ولكن هذا واحد رسمه ابو كلب ونفس الوقت ما عنده وقت فرسم بس اللوجو اوكي 24 ساعه حلاوه ولحم بس ايزي اوكي دقيقه هذا اللغز هذا اللغز GUTS جوتس انفتح القفل اقطع راس الدميه والدقي وقف 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 هذا اللغز يا جماعه الدميه وين الدميه موجوده ورا هاي اختفت الدميه عرفت الدميه اني راح اقطع راسها بوف اختفت اقطع ابو اللعبه بس هالقفل هذا وين افتحه هذا القفل وين اتوقع هنا القفل هنا لا هذا ارقام هذا بوتس ايوه هذا بس لا هذا ما يمديني اضغط عليه هذا لا ما اتوقع ايوه والله طلع هو يا اخي وربي ذكي جوتس 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 افتح 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 يا حبيبي افتح 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 يا سمسم ابوابك نحن الشجعان هذا المقص يا دميه لا اصيدك يا ولك لا اصيد ابوك في مسجل كان انا وينه جيب ابوه طيب مسجل اخر اوكي يا شباب جيب المسجل بالمزرعه هاي فريندز ام اماندا جديد هذا جديد Wooly just made an animal sound. He said ba because he is a sheep. Can you make a sound like a sheep? شفت ba. Great. You sound just like Wooly. Wow, yeah. You sound just like me. Oh! Oh! وقف! شنو هذا؟
انو امبرسنج اريت سيستم ان تشيك يور ريكورد. اوكي 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 فهمت يا جماعه. عمي جوجل ويب تنبيه ضروري للنظام، شوف البيئه اللي حولك يمكن في شيء غلط انضرب فيه الرعد. اوكي شنو دقيقه هذا شنو؟ انا من جاب ايوه هذا اللي كان هنا بالكرتون. اي والله هذا اللي كان بالك... اي الوحش قاعد تطلع لي انت الوحش. لا اصيدك لا اصيدك. شو اسوي فيها؟ في علامه رعد. شلون اضغط عليه؟ ما في شيء ما يمديني اضغط عليه. اوكي ضغط عليه في في حلو راح يصير. طيب طيب شنو صار؟ رايد اضغط مره ثانيه؟ اضغط مره ثانيه؟ ما فهمت. ما تكرر الصوت مره ثانيه فاتوقع المفعول خلص. At a petting zoo. There are lots of animals here to pet. Okay. Are you ready? Okay, يلا خلينا نقول اس. A goat says. A chicken says. Okay. A pig says. ما اعرف بصراحه. Fun! Animals make funny sounds. Food must be so scared. طيب اي والله ما لومه صراحه هي قاعده جنبك خايف خايفه لا تموت الحين يعني الحين شنو اكتب ماني عارف اهربي رن اواي رن 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 there's nobody to love her. والله ما اعرف خرابيط الون اوكي كتب لحاله الون هي لحالها no one to help her. والله راح اساعد قلعي شو هذا شو هذا اي الو اوكي في شيء راح يصير وقف بسرعه اتوقع الان بيشتغل اكفى يا رب خلصني شغله طلع صوت قول اقطع شكلك ليش كذا يا مجنون لا حول ولا قوه الا ما هو عاجبني انا ما الشبكه العنكبوت ابدا مو عاجبني الشبكة العنكبوت ابدا مو عاجبني. اسف يا جماعه عندي فوبيا والله قاعد ادري لا تحسوني قاعد اكبر الموضوع. اوكي الحمد لله الحمد لله نجحنا. اوكي يلا ابى اشوف النهايه الثانيه خلصوني. ايوه نهايه هذه المزرعه. I'm Wooly. اوكي. What's that smell? ايش كذا في What do you think is making that bad smell? في سندويشه داخل. عارف في سندويشه داخل اضغط. ادري Do you know what the opposite of alive is? Of alive death. والله ما ادري انت شو ما ادري شو المفيد ان تعلمون الاطفال عكس الحياه وعكس الموت ما شو المفيد؟ هذه مريضه نفسيه. Death is the opposite of alive. اوكي انا عارف شكرا. Good job. حبيبتي شكرا الله يسلمك. When an animal dies, it rots too. It looks like this kitten is in big البسة It might die before القطوة قتلت والله حسيت هاي مجرمة والله حسيت اني راح تقتل اي شيء ولي دورك جاي انتبه ولي دورك جاي انت الوحيد اللي حوله اللي للحين ما مت دورك جاي انتبه We really don't have much time طيب شنو اكتب؟ شنو اكتب؟ يس بسة ساعديها يا بنت الذين ساعديها ليش سكر؟ سكر لحاله الو او ماي جاد لا حول ولا قوة الا بالله سبحانك يا ربي انصرني على القوم الظالمين الباب انفتح الوحش راح يطلع الدمية موجودة هنا ما ادري الحين اقطع راس الدمية ولا ايش اسوي ما ادري انا صراحة خلوني اشوف الباب اول شيء السلام عليكم هاي وربي لا شوف لا تطلع بوجهي لاني اقسم بالله راح شو جاب لي محل اللحم انا؟ هي دقيقة هاي هاي واحدة من النهايات لا يا رجل ايش ما فهمت النهاية طيب هذه النهاية شنو معناها؟ الحمد لله الحمد لله نعيد من اول يا جماعة شو هذه انت عزيزي المشاهد انت مرتاح انت كت راح توصل للزبدة انا راح اعاني اوه قاعد نكرر كل شيء صاير لا انتبه لا 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 نسيت درجة حرارة برجع لا برجع عيد ومرتيال طبيعي
لا ما راحت. اه بكتب لا. ما راح ايش راح تسوي؟ ما راح تسوي. إيه هاي الجنة. هاي رسمي الجنة. خلاص تمام تمام اوكي بحط يس. حطي حطي السؤال. وين؟ وين؟ ولا قاعد صار في الأوراق؟ ولا شخص؟ جاذبية أغلوه. لا الصوت هذا عفو. لا 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 تطلع. لا 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 تميلي. لا تميلي. اوه قلبي بقدر اكمل اللعبة. لا اكسجين اكسجين احتاج اشرب ماي. جيب المغص يا حبيبي تعالي. تدرين يا مسكينة شو راح يصير معاك الحين؟ المشكلة فمك مربوط. فمك مخيط. ما راح يطلع منك الصوت. شنو داخل الراس هذه؟ بطاريات هاي ولا شنو؟ والله بطاريات. شو تسوي بالبطاريات؟ اوكي في شيء لغز. هذه لازم اعرف شنو اللغز هذا لان هذه لها نهايه ثانيه. في شيء هنا. لا لا رجع. لا هي الو بطاريتي. هاي لا دقيقه. صلي على النبي صلي على النبي. انا ابي البطاريه اللي شو الحين جلتش هذا في اللعبه. انت تعال حبيبي الا وهن وراك في مكان مجال. اوكي ممتاز ليتس جو يا حبيبي. تعال يا شو مكتوب هنا؟ ايش قاعد يقول؟ I think this is going to be fun. I think it's going to be fun. بس هاي شو الارقام هاي؟ اقدر اتصل على الشرطة؟ طيب واحد. One, two. ليش صوتك كذا؟ قريت في التعليقات ان الرقم هذا ينكتب في الروبوت، وما في روبوت هنا الا الروبوت هذا وفي كل الارقام. هذا هو في المقطع الاخير. وقف. واحد. خمسة. صفر. Zero. Three. خمسة. اوكي اتوقع لازم اوريك كيف انا جبت اللقطه. اوكي جبناها من هنا يا اخي. لازم اطلع الرقم. يلا ادخلي داخل ادخلي داخل. وقف هذا الرقم. send my condolences to. ما فهمت. اي شاشه ليش تغيرت كذا؟ دقيقة. I don't want to play anymore right now. وقفت اللعب لحالها ليه؟ واو! كيك؟ شنو في؟ في شيء غريب قاعد يصير. دقيقة في شيء غريب قاعد يصير. هذا الكيك لمنو؟ وصل تحياتي لكاتي اتوقع كذا قال هابي بيرثدي يوم ميلاد ولي كان ولا شنو؟ ما يمديني اضغط. اشوف دي هابي بيرثدي لمنو؟ هابي بيرثدي لي؟ وين انا بعدين؟ انا بشهر 12 انا شهر 12 18 بس ذكرت عشان مبروك انت واحد سنه اكبر. اتمنى لك الافضل في هذه السنه. روبوت شمعه 28 شمعه 08 اتوقع هذا رقم. الشمعه تعني واحد. ايزي واحد. اثنين لا يا استغفر الله. اثنين ثمانية لا يا وربي انك. اتوقع نبدا من الصفر. المفروض نبدا من فوق. صفر تمام. واحد صح. 325 فارنهايت at 30 minutes. ها؟ دقيقة لا لازم تفهمني شو قاعد يصير. عيد الرقم. واحد 325 فارنهايت درجة حرارة في 30 دقيقة. اوكي 30 دقيقة. وقف هذه ارميها شوي خلاص. 300 وكم قال؟ 300 هذا في الفرن. هاي درجة حرارة 305. لا ذاكرتي ذاكرة سمكة. ايوه اوكي ليتس جو حبيبي. هذه الشمعة احطها فوق هنا. اوكي هاي شنو؟ هاي شنو؟ والله اني يا اخي اقسم بالله هنا الذكاء. هذه واحدة مهمة ثانية. طيب هاي مهمة ثانية مع الروبوت. يقول ماي مي يور يير بي
filled with money plus. يقول أتمنى لك سنة مليئة بالسعادة ومليئة بالبلسنج. المهم لوف هذا الروبوت كاتب لي الكلام. حبيبي والله الله يعطيك العافية. شمعة ضرب 4 يساوي رقم. هذا الرقم المفروض اني اكتب ناتجه هنا. سهل. شمعة قلنا هي رقم 1 فضرب 4 1 ضرب 4 1 شلون؟ بعدين صفر. What's in the card is on the cake. What's on the card is on the cake. What's in the card is on the cake. يعني شنو اللي موجود في البطاقة اللي بإيدي حاليا وموجودة في الكيك؟ شمعة. شمعة. شمعة موجودة بالكيك فوق وأيضا موجودة عندي بالكرت. طيب. طيب الشمعة شو أكتب؟ شو أكتب شمعة هنا؟ كم شمعة موجودة بالكيك؟ 1 2. هل هذا يعني إني أصير أضرب بدل شمعة واحدة اللي هي 1 أصير أضرب باثنين؟ 2 ضرب 4 8. 5 ناقص 2 3. 2 ضرب 1 2 ضرب 2 يساوي 4 زائد 1 5. واثنين قسمة 2 1. 1 صح. والله اني انا لازم اثق بنفسي شوي. انا لازم اثق بنفسي. 1 2 زائد 2 4 زائد 2 6. 2 ناقص 1 1. قبل اضغط صح. والله لو طلعت صح انا بعتبر نفسي كونن النسخة العربية بس نقر. C C D C F E C C D C F D هاي وين اكتبها؟ C C D F E ارمي C C C C D F E. انا ناسي شيء 100% انا ناسي شيء. جه حبيبي كاميرا سيدة كاميرا سيدة حبيبي ريح حالك والله ما عندي وخر ذاكرتي انا سمكة اعترف. C C D C F ليتس جو ليتس جو. الشمعة الثالثة. بالله لا تقولوا لي بعد. هاي وين شو صوتك؟ واش بالله لا تقول لي عكبوت يطلع لي. بالله صوت عكبوت. اتوقع هذه النهاية. هذه النهاية الجديدة. هذه النهاية الجديدة خلاص. هذه النهاية اللي ذكر الفيديو هذا. I trust you. Yes yes. بسرعة تكلم بسرعة. أتوقع يمديني أشوفه الحين. يمديني أشوف شو ضربته. Wooly had an accident. When a friend has an accident, sometimes nobody can help them, but we can try. No Amanda, I'm fine. I just Poor Wooly is so confused. لا لا لا. We really have to help him. First, we have to know what is wrong. What part of Wooly is broken? وش اللي بارم؟ أنا أشوف واحد بصحة وسلامة. أنا ما في شيء. وش أضغط؟ هاولي هاولي وين تبيني أضغط؟ لأن أنا أتوقع المكان اللي راح أضغط فيه هو المكان اللي راح يتكسر. ما أدري. أوكي. تصدق شلون؟ إذنك إذنك. يعني أنا لو مكانك رجلي أحتاجها عشان أركض منها. إيدي عشان أدافع عن نفسي. عيني لا إله إلا الله. خشمي علشان أقدر أشم. عندك إذن على اليسار. يعني لو تروح إذن على اليمين أنا إذنك. بس لا يفهم راسه. لا يفهم راسه. لا مو راسه. لا. Let's prepare the patient. Here, Wooly, drink this. No, يا غبي. I don't know, Amanda. يا غبي. هذا مخدر. So just pretend, isn't it, Wooly? Amanda. لا بالله حطت في شيء كذبت عليه. والداخ. صح شكله. We need to immediately on the patient's brain. What tool should we use to fix Wooly's head? The saw, the hammer, or the forceps? لا ولا واحدة فيهم ولا واحدة. وشو شو قاعد تطلعني بنت الذين عينها نظراتها تخوف. ها انت كم عمرك؟ شنو قاعد تبي؟ لا مالي دخل. تبي تقتلني اقتلي انت لحالك. انا مالي دخل. لن ادخل في هذه الجريمة ابدا.
توكلي على الله. 6.5 hours later. والله يا ولي انا اسف صراحه. الواحده فيهم اسوأ من الثاني. ما قص لا. شو راسه اللي يعوره؟ شنو تبين تقطعين راسه يعني؟ شلون؟ شو اختار طيب؟ اطرقه؟ I tricked you. We're going to use all three. What? ولي الله يكون معك. ولكن لعلي مراتها. هو اجو والله ولي واخر ولي. لا مجنون انا. انتقل الى رحمة الله. استغفر الله ما اقدر اقول انتقل الى رحمة الله خروف. استغفر الله. لا يكون في احد وراي الحمد لله. واو مسجل السريع كذا. دايم اسهل المسجل يجينا. شنو مكتوب فيه؟ looking for a baby جو ما 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 I'm hi hi trap or treat. ايه ليه هو اللي قاعد يتحرك لحاله بسرعة ترى؟ انا مالي دخل. وال شنو فيه؟ في شيء على المقطع هذا، في شيء لازم اركز. I'm Willy. ايش تبي؟ هاي هاي وقف 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 تراب تراب تراب. اوكي وقفنا على الصورة. شو قالت؟ ما ادري في فخ هنا ولا شيء. بينجو هذا شنو؟ اوكي 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 شيل الفيديو هذا، شيل الفيديو هذا بسرعة. اوكي I'm allergic. Apple. أمال شنو؟ How many chair? How many mushrooms? كرسي مشروم. How many fruit? فواكه. How many light? كم مفتاح؟ ليه ليت؟ أوكي توقع كده خلص صح؟ أوكي 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 في لغز في لغز في لغز ليه أيوة هي أربعة صح؟ دقيقة بس خلوني أعرف هذا كم خزنة كم رقم فيه؟ 1 2 4 واحد اثنين أربعة واحد اثنين ثلاثة فكم كرسي فالغرفة أتوقع عندنا واحد اللي قاعدة فيه الدمية عندنا اثنين حلو عندنا ركزوا معايا يا جماعة لا نضيع ولا كرسي حتى من هنا لا ما في ولا كرسي ما في ولا كرسي أوكي كرسي 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 اثنين ثلاثة عندنا ثلاث كراسي بس سؤال هل هذا الأول يعتبر كرسي؟ هل هذا مو كرسي هذا الكرسي هذا مو كرسي هذه أريكة صحيح فأتوقع هي اثنين بس اثنين 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 أوكي اثنين ممتاز أوكي مشروم اللي هي الفطر هنا موجودة يا حبيبي شلون عنده ذولا 1 2 3 4 5 6 7 8 والله كثير صراحة ثمانية حلو طيب ثمانية باقي الآن سؤالين أول شيء فواكه بعدين الضوء فواكه إيزي واحد برتقال فراولة موز مانجا أوكي هنا خمسة وفي التفاحة اللي كانت ورا هذه ستة أوكي قربنا نختم اللعبة آخر واحدة كم ليت إيزي حبيبي كم ليت طلع فوق بس السقف واحد بس واحد ما في ليت ثاني أتوقع جدكم لا هذا ليت اثنين يا رب اكون جبتها صح ما ابي اقعد اطول الله اكبر افتح يا سمسم اوكي طيب في سطل وفي خمس بدل صراحه اللون الازرق عجبني هذا الفيديو الاخير خلينا نشوف شنو راح نكتشف المسجل 4 0 1 2 5 8 لا صور والله جاي اساعدك يا ولي انا اسف بس اعتذر منك ولي برجع اشغل الفيديو مره ثانيه ذاكرتي سمكه بس اسوي هذا الرقم شو اسوي فيه هذا الرقم متكون من خمس خانات 1 2 3 4 5 6 6 6 6 وش اسوي بسته؟ سته ما هنا هذه الخزنه الوحيده اللي مو مفتوحه بدي افتح هذا؟ لا ما يمديني افتحه سته خزنات شنو الشيء اللي موجود هنا يمديني افتحه بسته خزنات؟ اوه يمكن اكتبه هنا يمكن اكتبه بالروبوت اربعه سوري واحد 2 5 يسجل الصوت هذا اوكي The treasure is in the chest It's obviously But first you need the key to my heart Because it is not what you have on the outside that matters It is what you keep on the inside that really counts أنا ما فهمت شيء صراحة. Fight. The treasure is in the chest.
في لغز قالوا بالاخير. ما فهمت شنو اللغز. اول شيء صوتك معفن، واحد صعب انه يفهم كلامك، ثاني شيء قاعد ما فهمت، ماني عارف شو اسوي. دقيقه، في سطل هنا صح؟ هذا الماي شكل لازم روبوت. وول يا الروبوت، اوه يا الروبوت، شكلك رحت فيها. الرقم حقك، شوف الروبوت اللي قالوا بكل بساطه قال لازم الصندوق هذا ينفتح، فلازم الصندوق هذا ينفتح. اتوقع المسجل موجود بالصندوق، لازم اساعد ولي باسرع وقت. الصندوق موجود، المسجل موجود بالصندوق. بعدين قال لي لغز بالاخير ما فهمته، فانا اتوقع انه ايوه الروبوت. اوكي احنا ما احنا اصدقاء، منو قال احنا اصدقاء؟ ما في، ما علمني اذا في طريقه ثانيه علمني. في شيء اخر تبي تقوله قبل لا اكب عليك المي؟ املا يلا. Please do not forget. لا تنساني ارجوك. للذين حتى لما يو. شوف في شيء داخل. ها المفتاح هنا. عطني مسجل بسرعه ولي، انا اتي. انتظرني يا ولي، ان شاء الله اقول لحق عليك قبل. ولي بسرعه. ايش ضلمه كذا ولي؟ ول الله ياخذك. When you're friends, you can share all kinds of things with each other. I can share my crayons with you so you can have fun coloring too. Look at silly Mr. Fox. Hi. Sharing shows you care about someone. Friends can share toys. They can share snacks. I'll share some of my snacks with you. Which snack would you like? Hey, mommy, شكرا يا مجنونة. خصم لازم آخذ. ما أدري عطني البيضة. Yum, that's my favorite. Yee. Friends can share other things too. They can share secrets. Okay. Can I share a secret with you? إيه نعم. تعالي قولي لي. قولي لي سويتي بولي. Sure. It's a big secret. يقطع أبو نظراتك، إيش كثر تخوف. أنا متأكد. إن شاء الله يستر. الله يستر بس يعني. علميني سويتي بولي. Is it really okay to share my secret with you? ترى شو التضخيم هذا؟ شو السر هذا؟ بعرف. I'm out there. Somewhere. الله يلعن. الله يقطع، ضربت رجلي. الله يلعن. الله تلعنوا يا جماعة، اللعن مو زين. كسر التلفزيون. كسر ابوه. اوكي انا قلت كسر مو فجر، بس شكرا. هي قالت انا خارج او ذير اني صبحت، بس انتهى. ولي ما قدرت اساعد. اتوقع في نهايه ثانيه. دي وقف بنعيد السريع، لان في نهايه اخيره. شلون اعرف ان في نهايه اخيره؟ لان شوفوا في اربع استكرات، جمعنا كل الاستكرات الا الاستكر هذا الاخير. انا اعرف شلون اجيب الاستكر الاخير. تعال يا حبيبي، لا تعطيني الكلام اللي اسكت. اوكي اللي هي شير سيكريت، هذه هي علشان كذا رجعت لك مره ثانيه. تبين الصراحه؟ ماني مهتم. نو اوه الان النهايه راح تتغير. اي ثوت يو ور ديفرنت. لا البالي راح تسالني مره ثانيه ولا بسرعه سكرت. شو قاعد يصير؟ اوكي كل شيء راح من ليف. والله ليف بصراحة قبل لا يطلع لي الوحش. ليف نجوت بس هذه النهاية الثانية. طيب ما في نهاية ساعد فيها ولي. والله حرام، ولي المسكين مات. والله حرام. اتوقع هاي كل النهايات. ايوه هاي نهاية اماندا وهي تبكي. اتوقع هاي كل نهايات اللعبة. والله استمتعنا بهاللعبة الصراحة. شكراكم على الدعم. لا تنسوا زر اللايك اذا استمتعتوا بالمقطع، واكتبوا لي تحت تعليقات العاب تبوني العبها. السلام عليكم.